تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. نهار جديد الإخوان وسوق جديد، أول مرة على القناة السوق يتزر بتاريخ 4/3/2023. سوق جديد الإخوان، أول مرة على القناة. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خيرات أول مرة على القناة الإخوان، أول سوق يتزر نواحي ديال بومية. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خرف مليح، خرف زين، تبارك الله ما شاء الله. اشحال ويدا؟ واحد وثلاثين. 1550 درهم اللي عطاه، ما عجبوش الثمن اللي عطاه، قال لهم 60,000 البيع، 3,000 درهم اللي قال لهم البيع. يلا عاد دخلنا، يجيب الله تبارك تبارك الله ما شاء الله. راه السوق شحال لكم الوداع؟ خلينا على السلامة. الله يسلمك، مرحبا بيا انيا. واش جيتي لاباس اليوم هنا ولا؟ ايوا زين نزور سوقي بوحدكم؟ ايوا. قول لي لا لا خصها يكون منافسه، يكون منافسه. لا لا على السلامة، بخير الناس، بخير هنا زينة تبارك الله. هذه ديال يتزر ها؟ وشحال هبا؟ وين عزيزي كان؟ واش انا زينة 31 34 1700 شحال بعت لك؟ 60 60 مازال السوق مازال. رجع عزيز اش ترصاصي واه صاحبي، راه السوق تبارك الله، اللهم صل وسلم على سيدنا. عندنا زي الاخوان موجود هنايا تبارك الله، سويقه هي تبارك الله ما شاء الله.